السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، قوات الجيش الحكومي والميليشيات الطائفية تمنع مئات العائلات النازحة من العودة إلى مناطقها غربية بغداد. صحيفة المدى، لجنة اختيار مفوضية الانتخابات تبدأ بغربلة المتنافسين وتبعد مفوضين رفضوا الاستقالة. في موقع الجزيرة نت، فتح أبواب الأقصى وإلغاء تحديد سن دخوله واستشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالخليل وغزة. في موقع عربي 21، خروقات للهدنة في الغوطة الشرقية والنظام السوري يسيطر على السخنة. في صحيفة العربية الجديد، ترامب يقيل رئيس طاقم البيت الأبيض رينس بريبوس ويعين جون كيلي مكانه. في صحيفة القدس العربي، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يحضون إيران على وقف إطلاق صواريخ باليستية. وفي صحيفة الحياة، القضاء يتهم نواز شريف بالفساد ويمنعه من السفر، أزمة سياسية في باكستان بعد استقالة رئيس الوزراء. كشفت مصادر لموقع الهيئة نت عن قيام قوات الجيش الحكومي والميليشيات الطائفية المصاحبة له بمنع مئات العائلات النازحة من العودة مجددا إلى منازلها في منطقة الرضوانية، إحدى مناطق حزام بغداد الغربي الذي يتعرض لحملة ممنهجة لتغيير تركيبته السكانية. أهالي تلك المناطق أكدوا في شهادات أدلوا بها للهيئة نت أن أفراد اللواء 55 في الفرقة 17 من الجيش الحكومي بقيادة العميد علي عباس منشد وضباط الاستخبارات الذين تحت إمرته منعوا العائلات التي تروم العودة إلى المنطقة من نقل أثاثهم وممتلكاتهم وإرجاعها إلى ديارهم، فضلا عن منعهم التام من الدخول إليها. وكان ما يزيد عن 1260 عائلة هجرت في وقت سابق خلال السنوات الماضية من منطقة الرضوانية، قد مارست ضغوطاً محلية وعشائرية وإعلامية مكثفة امتدت لعدة أشهر على قيادة عمليات بغداد بغية رجوعها إلى مناطقها التي لا تشهد في الأصل أي اضطراب أمني ولا تقع فيها معارك أو خروقات كما تصفها وسائل الإعلام الحكومي، مما اضطر قائد تلك العمليات إلى الادعاء ظاهرياً بالموافقة على عودتها. لكن القوات آنفة الذكر طفقت تفرض إجراءات تعسفية وتصرفات طائفية تجاه العائلات بأسلوب فظ وعدائي انتهى بحظر دخول تلك الأسر إلى المنطقة. وتشير التقارير المحلية إلى أن قوات الجيش الحكومي وميليشيا الحشد الشعبي الطائفية تواطأت على ارتكاب جرائم خطف وقتل أو تغييب مئات المدنيين من أهالي مناطق اليوسفية والرضوانية وأبو غريب غربية وجنوب غربي بغداد منذ عام 2014 وحتى الآن، بموازاة قيامها بهدم وحرق البيوت والمحلات التجارية وتجريف الأراضي الزراعية والبساتين، فضلا عن جرائم السرقة والاستيلاء على ممتلكات الأهالي هناك. بسرعة صاعقة انهارت شعارات صاخبة وحملات إعلامية أهدرت الكثير من الوقت والمال وأرهقت قنوات فضائية ومواقع إلكترونية في تتبعها. كان الانهيار متوقعا، لكن ليس إلى حد أن يخرج عمار الحكيم من المجلس الأعلى وتشكيل حزب جديد بدلا من الاستمرار في مشاريع التحالف العابر للطوائف والتسوية التاريخية، أو أن يعود زعماء السنة إلى اعتبار النائب سعدون الدليمي حلا وسطا لمشاكلهم بعد أيام من إعلان تحالفهم الكبير، رغم قائمة الاتهامات التي يوجهها باستمرار هؤلاء الزعماء للدليمي الذي وضعوه على رأس مجموعة سنة المالكي لسنوات.
لقد تبين أن الحكيم لا يمتلك قنوات للتواصل والحوار مع القيادات التاريخية للمجلس الأعلى، حتى اضطرت هذه القيادات للجوء إلى طهران لحل مشاكلها مع زعيم المجلس الذي كان يبدو مشغلا بالتواصل مع الجميع إلا حزبه، كما أن خطابه الوردي الناعم لم يشمل الفرقاء الأخوة في داخل هذا التنظيم العريق. القيادات السنية خططت لتنفيذ صدمة سياسية انتخابية بكتلة موحدة كبيرة، لكنها فشلت في كل شيء، فبدلا من مؤتمر عقدت ثلاثة، وحتى عرض إلقاء خطاب الإعلان عن الكيان الجديد تحول إلى حفلة مدرسية سيئة الإعداد تمرد بعض الحاضرين عليها أمام الكاميرات. ثم جاءت الانتكاسة الكبرى بالصراع على رئاسة الكتلة النيابية للاتحاد، لتكشف أن لا شيء تم الاتفاق عليه بين زعماء السنة، حتى اضطروا لنسف أساس بنيانهم بالبحث عن رئيس بالسن لينتهوا عند النائب ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي. السيد الحكيم صاحب مشروع عبور الطوائف تبين أنه لم يتمكن من عبور جدران غرف المجلس الأعلى، وهو الذي وعد بجمع الفرقاء العراقيين، بينما فشل الزعماء السنة في الحفاظ على وحدة حزبهم الأبرز وكتلتهم النيابية، بعدما كانوا يعيدون بإطلاق مشروع كبير لجمع السنة. هذه الفوضى تقدم للناخب ماركات وعلبا جديدة كثيرة لبضائع سياسية قديمة وتالفة، لتبقى مشكلة الأحزاب الحاكمة هي أنها بلا مشاريع غير الوصول إلى السلطة والبقاء فيها، وهو ما يعني خلافات دائمة بين القيادات تؤدي إلى التفرد بالسلطة الحزبية والهيمنة العائلية واصطناع الأزلام والصبيان ثم الانشقاقات، لتظهر أحزاب جديدة فيزداد عدد المتحاصصين في السلطة والمال والسلاح. ومن يقول إن حزبه غير مشمول بهذا الوصف عليه الالتزام بالديمقراطية الحزبية وبالنظام الداخلي لحزبه. عمليات الانتقال من حزب لآخر في ظل ما يمر به الشعب العراقي من أزمات ونكبات أحدثتها تلك الأحزاب، والتي هي من تحاول الآن التخلي عن أسمائها والتجرد عن أفعالها لتصير في كتل وتيارات جديدة لتعلن عن نيتها في أحداث مجالات إيجابية في الجوانب الخدمية والسياسية والاقتصادية. عباس الكناني يقول في موقع كتابات إن القضية هنا قد تكون صادقة، لكن بشروط كثيرة، منها أن تلك الأحزاب لم تكن مشاركة فعلا في تعاسة الشعب وأزماته وانتكاساته، ولا يكون مبرر ذلك هو الفشل والسقوط، فالانتقال هنا يعد محاولة تجميل لا غير أو خدعة سياسية لكسب الأصوات. ما يجري وللأسف الشديد هو محاولة استغباء الجمهور وامتطائهم لمصالح شخصية ضيقة جدا، أو بالأحرى لتحقيق سرقات جديدة أو التغطية على سرقات كبيرة وصفقات فساد لا مثيل لها. الانشقاقات قبل الانتخابات هي مسرحيات معدة ومخرجة بإتقان لكسب ود الجمهور، فتغيير الأسماء والهروب من مسميات إسلامية نتيجة لاستقراء مواقع التواصل الاجتماعي على أن هناك ردة فعل واضحة جدا من قبل الناس ضد الأحزاب الإسلامية التي تسود المشهد المخيف والمؤلم في الشارع العراقي، يعتبر جريمة منكرة، وعلى جميع المؤسسات الإسلامية أن تقف موقفا موحدا ضد هؤلاء وكشف زيفهم وعدم تمثيلهم الصحيح للإسلام. والهروب بحد ذاته من هذه المسميات هي انتكاسة حقيقية في المبادئ والعقائد، فعلى أولئك يدفعوا ثمن كل ذلك التشويه وكل ذلك النفور من مبادئ الإسلام أو الخوف من عنوانه، لا أن يصار به إلى أسماء وطنية، وقد يكون في المستقبل القريب أيضا نفورا من الوطن والوطنية والحدود من فعلهم وأطماعهم ومطامحهم الشخصية. ويقول الكاتب الكناني أيضا إن فشل أحزاب بمسميات إسلامية مع مال الإسلام من مفاهيم عميقة وسماحة في القضايا التي لا يمكن أن يصدق له نجاح في حدود الوطنية ومفاهيمها التي لم تتمرنوا عليها أو قل لم يؤمنوا بها.
خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، طرح نائب الرئيس العراقي نور المالكي ما تقدم به كفكرة من الأفكار الكبيرة، دعوة روسيا لبناء وجود كبير في العراق لمواجهة التوازن مع الولايات المتحدة، وحيث أن المالكي معروف بأنه مرشح طهران الرئيس لخلافة رئيس الوزراء العراقي الحالي، فلا يمكن توصيف دعوته تلك بأنها مجرد نزوة شخصية عابرة. أمير طاهري يرى في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الأجواء العراقية تتهيأ لأجل الانتخابات العامة المقبلة التي سوف تقرر شكل الحكومة المقبلة في بغداد، وبعد تصوير ذاتها بأنها الفائز الأكبر في العراق، شرعت القيادة الإيرانية في طهران على صياغة استراتيجية تحول هذا الأمر إلى حقيقة واقعة، ولهذه الاستراتيجية ثلاثة عناصر رئيسة. أولاً، تشكيل تحالف شيعي جديد وليبرالي وغير طائفي يهدف إلى السيطرة على البرلمان المقبل وسيطرة من خلال هذا التحالف على الحكومة المقبلة في بغداد. والعنصر الثاني من الاستراتيجية الإيرانية تدور حول إجبار المرجعية الدينية في النجف على تأييد حتى وإن كان على مضض القيادة السياسية الشيعية الموالية وبكل وضوح لإيران. أما العنصر الثالث من الاستراتيجية الإيرانية فتتمحور حول الدفع بروسيا في العراق كواجهة للنفوذ الإيراني الواسع في البلاد. ويدرك القادة في طهران أن السواد الأعظم من الشعب العراقي يمقت الصعود الإيراني ودور الحكم على مصائرهم، وروسيا رغم ذلك تبدو بعيدة بما فيه الكفاية كي لا تشكل تهديدا مباشرا على التوازن الداخلي للقوة في العراق. ومع ذلك، ولأن روسيا تفتقر إلى الدعم المحلي الواسع في العراق، فسوف تعتمد كثيرا على التوجيهات الإيرانية وحسن نية الجانب الإيراني في الاضطلاع بالدور القيادي في البلاد. إن الحكومة الجديدة في بغداد والمكونة من زعماء الشيعة تعد بصفقات أفضل بالنسبة للسنة العرب وللأكراد، وإثر الدعم الذي تتلقاه من روسيا سوف توفر غطاء أفضل لنشر النفوذ الإيراني وترسيخه في العراق. الكاتب يؤكد أن ليس هناك من ضمان بطبيعة الحال بنجاح الاستراتيجية الإيرانية المذكورة، ويعتقد كثير من العراقيين بمن في ذلك بعض من أصحاب السمعة الطيبة والمقربين من إيران أن العراق بنفسه يمكنه بل ويتعين عليه التطلع ليكون أحد اللاعبين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط، بدلا من أن يقوم بدور شخصية سانشو بانزا الروائية الخيالية المحارب لطواحين الهواء والمرافق للمرشد الأعلى في طهران، لا سيما في الوقت الذي تتجه فيه الجمهورية الإيرانية صوب الأمواج المتلاطمة لخلافة علي خامنئي في الأيام المقبلة. لا يكفي إعلان هذا الانتصار أو ذاك ضد داعش أو جبهة النصرة أو أي من مشتقات القاعدة وأخواتها طالما يلف الغموض مصير المقاتلين في هذه التنظيمات كما سبق ولف ولادتها ونشأتها. هؤلاء الرجال لا يتبخرون وإنما يفرخون. راغدة دراهم تقول في صحيفة الحياة إن سحق تنظيم الدولة مثلا يتطلب إقناع الناس بمصير المقاتلين جثثا كانوا أو في إطار إعادة التأهيل أو حتى فارين إلى الكهوف والمدن التي صدرتهم إلى سوريا والعراق، يتطلب نشر صور الاستيلاء على دباباتهم وسياراتهم وآلاتهم الإعلامية التي أبهرت العالم. باسم مكافحة الإرهابيين تم تدمير العراق وتم استدعاء الإرهابيين إليه كي لا نحاربهم في المدن الأمريكية، كما قال الرئيس الأمريكي حينذاك جورج دبليو بوش. وتحت عنوان مكافحة الإرهاب تم تحويل سوريا من ساحة عصيان مدني إلى ساحة اجتذاب للإرهابيين من كل مكان للقضاء عليهم بعيدا من المدن الروسية والأمريكية والإيرانية. دونالد ترامب يبدو مقتنعا أكثر بالشراكة مع السنة للقضاء على الإرهاب بجميع مشتقاته من القاعدة إلى داعش، لكن سياساته العملية الميدانية ليست مقنعة لا في العراق ولا في سوريا ولا حتى في لبنان واليمن. تسليم مصير الحشد الشعبي في العراق إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي إنما هو هروب إلى الأمام، لأن ليس في قدرة العبادي الوقوف في وجه القيادة الإيرانية للحشد الشعبي
وهذا مثال على الخلل الجذري في مكافحة داعش وأمثاله، لأن داعش العراق ولد من رحم تفكيك الجيش العراقي بعد غزو العراق واحتلاله. ما لم تتم المعالجة الجذرية للمعادلة السنية الشيعية في العراق بعد تحرير الموصل بما يعالج مستقبل الحشد الشعبي والنفوذ الإيراني في العراق، ستترك هزيمة داعش بذوراً لولادة بديلة وربما الأسوأ. في سوريا أيضاً تبدو إدارة ترامب في تعثر بين شراكاتها حتى مع إيران وميليشياتها من أجل سحق داعش، وبين ميدانية الترتيبات لاستيعاب النصرة وداعش وأخواتهما وتمزيق المعارضة السورية المسلحة المعتدلة. فوزير الدفاع جيمس ماتيس الذي كان بالأمس القريب أكثر المشككين بإيران وميليشياتها والمتوعدين بقطع الطريق على مشروعها الإقليمي، يتحدث الآن بلغة لا توحي بالاعتراض على امتداد الحرس الثوري وحزب الله في الأراضي السورية. مواقفه الحالية تتناقض ليس فقط مع مواقفه السابقة، وإنما أيضا مع المواقف المعلنة للرئيس واقع الأمر الميداني ترامب. يوحي أن إدارة ترامب تبنت فعليا سياسة إدارة أوباما في سوريا وكذلك في العراق. تظل القضية الفلسطينية على مدى صراعها الطويل تستعصي على كل محاولات التحليل التي تلجأ إلى دراسة الظواهر من حيث علاقة الأسباب بالمسببات أو المقدمات بالنتائج، فما يظهر من واقع مقاومة واهن قياسا بالقوة الإسرائيلية الساحقة لا يشي بإمكانية ميل الكفة لصالح المقاومين الذين تحصدهم آلة الدمار الإسرائيلية يوميا على أمل القضاء عليهم. لكن صحيفة الوطن العمانية ترى في افتتاحيتها أن النتائج لا تأتي متطابقة مع المقدمات، حيث يظهر مع كل يوم جديد عناصر مقاومة لم تكن في الحسبان من قبل. إن تمزيق أواصر الشعب الفلسطيني بالعزل والإبعاد والنفي والتشريد والتوسع في الاستيطان وإقامة الجدران العنصرية الفاصلة ونقاط التفتيش التي لا تكف عن استفزاز الفلسطينيين لم تفت في عضهم أو توهن شوكتهم، ومع ما حققه أولئك المرابطون في القدس من نصر مؤزر ضد عدوهم وعدو الأمة بإجباره على إزالة إجراءاته الأمنية ومنعه من تحويل الأقصى المبارك إلى كنس يهودي ومن تحويله إلى ثكنة عسكرية لمنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد ولحماية قطعان المستوطنين التي تأتي لتدنيسه، مع كل ذلك يزداد بريق القضية ويزداد الشعور الدولي بها رغم أنف الحلفاء والداعمين لكيان الاحتلال الإسرائيلي ولمشروعه في فلسطين والمنطقة بأسرها. ويقينا أنه أيضا سيزداد يوما حتما الشعور بتأنيب الضمير لدى الذين نصبوا من أنفسهم وسطاء في القضية ثم انحازوا انحيازا مخزيا إلى الجانب الإسرائيلي، واليقين ذاته يزداد اليوم وهو يشاهد قوة الحق تدفع أصحابها الفلسطينيين نحو الاستبسال واشتراح وسائل المقاومة، بأن المحنة الفلسطينية تتحول إلى لعنة تطارد كل من حاول إخماد توهجها أو عرقلة مسيرة النضال الفلسطيني والعربي لحماية أركان القضية. الصحيفة تقول إن كل العرب والمسلمين اليوم مدعوون إلى إعادة التفكير فيما هم فيه الآن في الوقت الذي تذبح فيه فلسطين من الوريد إلى الوريد وتتحول إلى لقمة في فم محتليها. فكل التحركات الإسرائيلية العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدل على حقيقة واحدة مؤكدة، هي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ماض إلى إنجاز مشروعه الاحتلالي في المنطقة وتحقيق حلمه التلمودي المسمى يهودية الدولة والقدس عاصمتها الأبدية.
حاول لص سائح سرقة متجر للألماس في هونغ كونغ، وذكر موقع الخليج أونلاين أن اللص حاول بعد اعتدائه على الموظفة فتح الخزنة لسرقة المال، لكن صفرات الإنذار عملت على الفور فهرع رجال الشرطة لإلقاء القبض على اللص الذي حاول الاختباء لكن دون جدوى. واكتشفت الشرطة أن اللص الذي ألقي القبض عليه ابتلع 9 أحجار من الألماس بقيمة 6 ملايين دولار، وعثرت الشرطة أيضا على 8 أحجار من الألماس في جيب اللص بقيمة 89 مليون دولار. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، فإن اللص سائح أردني الجنسية ألقي القبض عليه وجرى نقله إلى المستشفى. أقام مالكو أرنب عملاق نفق خلال رحلة جوية لشركة يونايتد إيرلاينز دعوى قضائية ضد شركة الطيران، قائلين إن موظفي الشركة مسؤولون عن نفوق الأرنب. رفعت الدعوى القانونية أمام المحكمة الجزئية بمقاطعة بوليك في دي موين بالنيابة عن مجموعة من المستثمرين اشتروا الأرنب سايمون، وهو ابن أكبر أرنب في العالم، أملاً في أن يتخطى والده في الحجم ويقتنص هذا اللقب منه ويجني الأموال في مهرجان ولاية أيوا الأمريكية. وعثر على سايمون الذي كان عمره أقل من عام وطوله 3 أقدام نافقاً عند نقله جواً من بلدته في المملكة المتحدة إلى كانساس سيتي بالولايات المتحدة مطلع نيسان الماضي في حظيرة خلال توقف للطائرة في ولاية شيكاغو. وقال محامي مالكي الأرنب إن الأرنب العملاق ربما نفق بعدما وضع في مبرد لمدة 16 ساعة خلال التوقف، وهو ما نفته شركة الطيران. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. إلى اللقاء.